نورتينا يا ريهام. ميرسي يا طنط منذ حضرتك. ايه يا ريهام ما بتاكليش ليه؟ انا عارفه ان الاكل مش عاجبك، بس هقول لك اعملي نفسك بتاكلي عشان محدش ياخد باله. لا خالص، تسلم ايديكم بجد. ما تاكل على الصول. نعم. دي مش اكلتك يعني. انت هتبص لي في اللقمه ولا ايه يا حسام؟ ما تخليك في طبقك. دي اكل الكتيبه. يا محمد في ايه؟ ده حسام اخونا من زمان يعني مش غريبه عليك. قولي لي وانت يا نسا ريهام بقى خلصتي ولا لسه بتدرسي؟ اهو المتر هيرزل اهو. انا اخر سنه ألسن اسباني. اسباني؟ دي زي دعاء صاحبتك اللي بتتفرج معانا ماتشات ريال مدريد. دلوقتي الملوخيه دعاء، اصل دي ماما. دعاء مين؟ ريهام. ريهام مين؟ ريهام مساعد. ريهام. انا طبعا على فكره انت وترتني. دلوقتي الملوخيه ريهام، اصل دي ماما اللي عاملاها. دي سلطه يا محمد. مش عارف بقى في الليله دي. عايز اقول لك احسن واحده بتعمل ملوخيه في مصر سلمى مراتي. ميرسي يا حبيبي. بس مش على ماما. كده يا حسام. يا ساتر عليك. انت ما تسكتش ابدا. على فكره ولادي دولت يموتوا في الهزار، لازم تتعودي بقى على كده. يلا كل يا ريهام. حاضر. كلي من انا والشيف دعاء. اسباني وكده. ميسي رونالدو ريال مدريد. كل يا محمد كل. أخ يا ناري، إيه اللي أنا عملته في نفسي ده؟ معقول؟ بعت الغالي بالرخيص عشان أفضل مرمطون عند حسام بيه؟ يا خسارة، يا ريتني ما بلغت عنه، جاتني شكة في لساني. ماني كمان ما كنتش أعرف إن جابر حيموت ودياب حيتمسك ومش هيفضل لي غير المعلم منصور. صحيح هو الكل في الكل، بس سنه كبير وصعب يتحمل عبء تجارة زي دي. أنا غبي، أنا غبي وفقري كمان. آخ، كان نفسي يكون عندي أرانب متستفين تحت الأرض مش بيتنططوا فوقيها زيكوا كده. آخ آه يا غلبياني، آه يا مراري وأيامي السودة. آه ايه رايك في ريهام يا ماما؟ بسم الله ما شاء الله تبارك الله، بنت ادب واخلاق وعيله، يعني ما فيش بعد كده. وانت يا حسام؟ هقول ايه اكتر من اللي امك قالته، ما شاء الله. طب وانت يا سلمى؟ ما شاء الله عليها، مؤدبه وبنت ناس. انت بتسال ليه؟ اصل انا بفكر اخطبها. تفكر ايه؟ اخطبها. تخطب مين يا ابني؟ انت ناس ابوها مين؟ مساعد وزير، يعني لو عمل تحريات عنك هليك سهرتي وبايظ وبتاع. شويه هزار يا حسام. انت نسيت احنا مين ولاد مين وهنبقى ايه ان شاء الله؟ اول مره تغلبني في الكلام يا ابن الهلالي. طب ايه رايك يا ماما؟ والله يا محمد مش عارفه اقول لك ايه. قولي له الف مبروك يا طنط وخلينا نخلص منه بقى. انت بقيتي تاخدي قرارات في البيت وانا موجود كده عادي. ها الله، وما تاخدش قرارات ليه؟ تاخد قرارات زي ما هي عايزه، وبناء عليه قررنا. الف مبروك على خيره الله. ماشي يا سيدي، مش هنكسر كلام الست الوالده. الف مبروك. الله يبارك فيكم. طيب هاخد معاد بقى مع ابوها عشان نروح نخطبها. ابوها عادي كده، اسمه سياده اللواء. سياده اللواء طبعا. مالك يا ابو البنات؟ ما تقوليش ابو البنات ده، سيبيني في حالي. خير كف الله الشر. كان مفتوح لي باب رزق زي الفل، وانا بغباوتي اللي قفلته. شكلنا كده هنشوف ايام سودة اسود من كده بكتير. يلا غوري غوري عشان السواد ابتدى يبان. غوري. ماشي. الله يرحمك يا جابر ويفك سجنك يا دياب. كلاميه ده سيادة النايب. ده كلام العدل يا كبير، وانت عارف وضع كنايب في المجلس حساس قد ايه، واي صلة بناتنا دلوقت ممكن يكون فيها ضرر كبير علي. ده بدل ما تواسينا وتوقف جارنا. وقوفي مش هيفرق معاكم كتير، يمكن يدمرني، خصوصا بعد ما تعرف انكم تجار سلاح وبقيت فضيحة في البر كله، كمان الحكومة اشتبهت فيك. ما الكل عارف وشايف وساكت من زمان. بس بعد اخر عملية وجابر والحكم بالاعدام على دياب ثبتت عليكم ومحدش هيسكت.
الدابة اللي كنتوا دفننها في الجحور هتطلع والحكومة حط عينيها عليكم. اوعك تكون فاكر ان انا اتكسرت ولا المركب بتغرق وانا مداريش. لا فوق، ده انا منصور البطاش ومحدش يقدر يهزمني. خلينا نتكلم بصراحة يا كبير. جابر ولدك الكبير الله يرحمه كان دراعك اليمين، وربنا أراد إن يتقطع، ودياب ولدك الصغير كان رجليك اللي بتمشي عليها، ويا عالم هتقدر تمشي تاني ولا لا؟ وكمان السن اللي حكمه كبير. ما جاش في بالي إنك تاجي بذات نفسك وتقول لي كلام زي ده. هي دي الحقيقة كبير مهما كانت مرة، والكلام ده لمصلحتي ومصلحتك ومصلحتنا احنا التنين. نهد اللعبة على الآخر ونقطع أي صلة بناتنا دلوقت لحد الفترة دي ما تعدي. ودلوقت إيه المطلوب؟ حكمة بنت أخوي تعاود معايا لبيتنا. تعاود كيف؟ وهي مرض دياب وعلى ذمته. ما تاخذنيش يا كبير، دياب دلوقت في حكم الميت وحكم الجنون. مش معقول بنتنا تفضل حداكم شهر ولا اتنين وهي يمكن تبقى أرملة. لا يا عمي، أنا قاعدة هنا في بيت جوزي ومش هم الواصل. إيه الكلام ده يا بنت؟ ده آخر كلام عندي لو كنت عاوز تسمع. اسمع كلام عمك يا حكمة، ما تعنديش. ديه مهما كان عمك وهو أضرب مصلحتك. مصلحتي؟ عمي عمره ما فكر غير في مصلحته هو، وجيته ديه عشان يأمن نفسه ويبعد الشبع عنه في تجارة السلاح. ايه اللي بتقوليه دي؟ انا خابرة كل حاجة وعارفة ملعيبك. اتحشم يا بنت. كلام ديه فات اوانه، كنت تقوله ايام ما كنت احداك في بيتك، انما دلوقتي انا في بيت جوزي وابو ولدي. ولدك؟ ايوه انا حبل. عرفت كيف؟ ده شغل حريم يا عمي وانا اتاكدت. وجهها مطين بطين. واه وجهها مطين بطين اني حبلي؟ ده بدل ما تحب على راسي وتبارك لي. لكن كيف وانت طول عمرك خوان ومالكش خير في حد؟ اخرس يا بنت. وقف عندك يا صادق، كن في علمك حكمة من دلوك بنتي واللي بطنها ولدي من نسل البطاطش، وانت مالكش سلطان عليها ولا عليه. اعتبرني موت زي محروس، فاكره اخوي اللي سيبته في الدنيا يضيع من غير ظهر ولا سنة. انا فعلا متبر منك، وانت من الساعة دي لا من الطراشنة ولا اعرفك. حسرة على الطراشنة اللي ولوا عليهم كبير، ما ماليش مطرحه. اخرسك هتعل سعلك. قلت لك حكمة من الساعة دي بقيت من البطاطش ومقامها من مقام بناتي واكتر، واحنا في سلونة اللي يمس طرف مرة من عندينا نقطع يده. ماشي يا منصور. اسم الكبير. ولا يهمك حكمة يا بنتي، طالما اشتريتيني لممكن نبيعوك واصل. الله يكرمك يا عمي. من دلوقت قولي لي يا بوي. امرك يا بوي. واه 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 واه، معقولة دي؟ مالك يا نجيبي؟ تبكي ولا ايه؟ ليها حق تبكي بدل الدموع دم؟ بكرة حكمة تركب وتدلدل عليها. انتوا اللي جابكم هنا يا بوي؟ هو انت دايما كده؟ احنا جايين نواسوك في مصابك. للان ما تصابتش ولساني حافظة مقامي، وبكرة تشوفوا. قولي لي يا حكمة يا بنتي، انت ليه عملت كده؟ واحدة غيرك كان ممكن تروح مع عمها وتتطلق من دياب وتريح نفسها من الموال دي. ما تعودتش اهرب عشان انفض بجلدي. ابويا الله يرحمه علمني ما اخافش.
يمكن جوازي من الدياب كان جسمه والنصيب ما كانش ليا يد فيه، لكن اختياري اني اعيش معاه لسه في يدي، وانا اخترت اعيش مع الدياب حتى لو كان ميت. اصيله يا بنتي، دلوق بس اتاكدت ان اخترت الولد دياب الزوجه الصالحه اللي تصونه وتوقف في ظهره. بمد يدي ليدك يا عمي عشان تكوني ظهر وكلك قلبي يخاف عليك. وانا موافق يا بنتي. وطار محروس ودياب وجابر في رقبتي، مش هحمله واصل. لا، خلي الطار على الرجاله يا بنتي. وانا مره بميت راجل، والطار ما بيفرقش ما بين راجل ومره، حرقه القلب واحده، واللي ليه طار لازم ياخده. أفارم عليك يا بنت البطاطشة.